أعلن مسؤولو مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن قتل رجلي إطفاء وجرح ثلاثة آخرين بالإضافة إلى مدنيين في حريق غابات هائل التهم عشرات المنازل في مقاطعة شاستا شمال الولاية. وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية إن حجم الحرائق ارتفع ثلاث مرات عما كان عليه في اليومين الماضيين، متهماً 28,000 فدان، ما أجبر السلطات المحلية في مدينة ريدينغ على عملية إجلاء جماعي مع تعرض نحو 5,000 منزل وشركة للخطر.